مشاهدي قناة الشعب قناة شوف تذا مرحبا بكم في البث المباشر العاجل مباشرة من مدينة المحمدية مع الأخ لاوتشات شريشة في البارح يعني في الرحبة ما عجبوش الحال مشاق مع واحد صديق ديالو بغاو تقداو واحد الحولي عطا الكساب 2000 درهم الكساب صدمو قال ليه 2000 درهم ما تجيبش لك حتى بيبي هادشي اللي خلى عندنا الهوته يطلع ليه الدم يشوف من حال المواطن وغيتكلم بحرقه على الموضوع اللي خلاه ان الحوالي طلعوا في الثمن واش مول 1500 درهم غيعيد هذا العام واش مول 2000 درهم غيعيد هذا العام سي الهوته السلام عليكم خويا اش واقع في اش مينات الحوالي الهوته ديديكاس مجبده بعدا للشناقه كاملين ديال المغرب كامل بعدا واحد ديديكاس مجبده ما عند الهوته شخصيا وبالضبط من المحمديه واحد الميساج اللي واضح وبين بالنسبه للناس اللي كيبيعوا الحولي وكيبيعوا الاضاحي ديال العيد الله يرضي عليكم تهدنوا شويه وحاولوا ما تربحوش اكثر من القياس راه المواطن ماشي في استطاعته باش يدخل عندكم الرحبه ويشري حولي كما كتقولوا نتوما مليون 9000 8000 10000 درهم راكم بحال هكا كتخلعوا المواطن وكترهبوا المواطن الله يرضي عليكم تهدنوا ولكن الهوت يعني مؤخرا ولا كنشوفوا حتى الاجوبه ديال بعض الكسابه كتلقى كساب كتسولو كتقول لك كتعطيه الثمن تقول لك واه 1000 درهم تشري بها قن بربط بها راسك ها 1000 درهم سير شري بها بيبي 1000 درهم تجيب لك حتى معزه اش بك في هذا التعاليق ديال الكسابه الهوت الكسابه هذوك الكسابه كاملين اللي كيهضروا بهذا الاسلوب بعدا هذوك خصهم الاعتقال علاش خصهم الاعتقال حيت انسان داخل يشري واحد الاضحيه ديال العيد الله يحسن العوان كاين اللي عنده 2000 درهم كاين اللي 3000 درهم كاين اللي 4000 درهم والمواطن راه معروف القدره الشرائيه ديالو راه كتوصل حتى ل 5000 6000 7000 درهم وكاينين الناس اللي باغيين يشريو اضحيه ب 8000 10000 درهم علاش لا ولكن الكساب ما يدخلش هنا في مشادات كلاميه مع الشاري يبقى عليه بالهضره الخاويه ما تشريش لك تا قنبه ولا ما تشريش هنا راه ولا في موضوع اخر ولا باغي يجبد المشاكل راسو ولهذا كنقولوا الكسابه يتهدلوا واخا الهوشه في نظرك شو اللي خلى ان الحولي او ثمن الحولي ارتفع عطل على الصاروخ يا با الهوشه شوف حنا دابا باقي ما عرفناش الحولي واش مرتفع في الثمن ولا ما مرتفعش العيد باقي ما وصلش دابا غير كاين شي وحدين الله يهديهم ماشي كلشي باغي نعمموش كاين شي وحدين بعض الاشخاص اللي متاهلين هذا البيع والشراء التجاره ديال الاضاحي ديال العيد اللي كيطلعوا السوق ولكن خصهم يعرفوا واحد المساله اللي هي مهمه راه كاينين الناس مسؤولين عن الشان المحلي والشان ديال الاضحيه وفي الشان ديال البلاد اللي متبعين الثمن ديال الاضحيه ديال العيد راه اي حاجه راه مراقبه من طرف السلطات الامنيه ومن طرف الناس ديال رجال الدرك الملكي من طرف مؤسسات وكاينين الناس مكلفين بهذا الشيء ديال عيد الاضاحي ما يحاولوش يديروا يطبقوا شي حوايج اللي هما غير قانونيين باش ولاو مخالفين للقانون هنا على ذكر على ديك الدرك الملكي الهوته ولات واحد الظاهره اللي ولينا كنشوفوها بزاف الفراقشيه او هذوك الناس اللي كيشوفوا الحواله الشفره ديال الحواله اش بالك في القضيه الهوته السر غيأدي الواجب غالي هذه راه معروفه راه دابا الناس راه باقيين غالطين راه الامن راه واقف قدما وساق لا هما لا رجال الدرك الملكي وهاد الناس هاد جوج مؤسسات ما كيحتاجوش شي واحد يدوي عليهم كيدوي على راسهم الخدمه ديالهم اللي كدوي عليهم غير هو الميساج اللي بغيت نوضح للمغاربه كاملين داخل الوطن وخارج الوطن ما عندكش باش تشري الحولي لا يكلف الله نفسا الا وسعها هادشي علاش بغيت ندوي معاك الهوته باش تكسري على راسك بزاف مؤخرا انا غنمشي غناخذ حولي بمليون ولا ب 9000 بزاف عليا اسيدي ما تشريش واخا الهوته تشري الله بسامحك صافي هادشي اللي كاين مؤخرا الهوته ولينا كنشوفوا يعني المراه كتجي كتقول راجلها واسير تسلف وتكلف وجيب لي الحولي باغي حولي بكرونو ما كاين لا في السنه لا في الشارع هادي ما مرا ما والو ما يعجبنيش هاي الاخت جات من المانيا كتهضر معنا حتى هي هادشي راه ما كاين لا في الشارع لا في السنه شي واحد يتسلف ويتكلف ويمشي يشري حولي ويشري الكساب ما عليه والو الكساب راه الحولي راه معلف وراه موكلو يعني هذاك الشيء غالي ملي ولكن يبيع لك ولكن بيني وبينك اختي يبيع لك حولي بمليون تشري بمليون انت ما نشريش انا ما نعيدش ما يمكنش نعيد انا بمليون خلينا نعيد لا اخوان اخوان المشاهدين لا داخل الوطن لا خارج الوطن غيتفقوا معايا في هذه الكلمه هذه الا كان ذاك الحولي يستاهل مليون الله يسامح تخلص عليه مليون وكاينين الناس اللي كيشريو بكثر من المليون كاع ولكن الا كانت ديك الاضحيه كتستاهل مليون علاش كتستاهل مليون الا كان كيتغدى بالاكاجو كياكل نوازيت وكيضرب لك كامل فيل غاليه ولكن الشريط غالي ولكن دابا راه اي واحد باش من مليون ولا 9000 درهم ولا 10000 درهم ولكن عندك راه المواطن دابا القدره الشرائيه ديالو راه ما يكرهش هو حولها ب 2000 2500 درهم
دابا بيني وبينك طلعوا بزاف الثمن. بيني وبينك واش كاين حوالي 30 40 الف في الرحبه دابا الهوته؟ شوف دابا حنا ما سمعناش الثمن نهائيا، باقي ما سمعناش هاد السعر، باقي ما سمعناش حوالي ب 2500 ولا ب 3000، باقي ما سمعناش هاد الحوالي. ما علم ان الحوالي خصو يكون وغادي يكون ان شاء الله الرحمن الرحيم. واخا الناس مسؤولين على الشان ديال اضحيه العيد خصهم يراقبوا الاسواق اللي غيدخلوا فيهم الاغنام والاضاحي، خصك واحد المراقبه ومراقبه دقيقه، واي مخالف يطبق القانون عليه، والقانون يكون صارم. واخا الهوته في نظرك على كل شيء، ماشي على واحد ولا جوج، راه كاين بعض المشوشين اللي كاينين في الاسواق اللي كيطلعوا الثمن، الغرض ديالهم هو التشويش على المواطن في الشراء ديال اضحيه العيد. هادو راه كاينين ماشي ما كاينينش، وكاين بعض الشناقه، ماشي كل شيء، بعض الشناقه خصهم يردوا البال. وياكم طيحوا في البياج ديال تزيد في الثمن اكثر من القياس، راه غتوليو هنا عندكم مشكل مع الشريك، ومشكل عندكم معنا حنا اللي غنشريو اضحيه العيد، ومشكل مع راسكم تنتوما. ردوا البال الله يرضي عليكم، بغي لكم تشدلوا شويه والثمن يكون منخفض باش يكون المواطن في الاستطاعه ديالو يشري الخروف ديالو. بينو وبينك الهوته واش الدرويش هذا العام غيعيد ب 30000 ريال 20000 ريال؟ ما نقولوش درويش، حنا كاع دراوش، المغاربه كلهم دراوش. لا الهوته ما كاينش شي واحد. لا الهوته شوف شوف بينو وبينك كاين اللي كيشري حوالي بمليون، كاين اللي غيشري حتى ب 7 مليون اللي عنده الفلوس الله يسهل عليه، وكاين اللي ما لاقيش 10 دراهم باش يشري الهوته. الناس دايره تليفونات مختلفين في اثمنه. هاد الهضره هادي قالها واحد الكساب، لا اسمح لي الهوته، ولكن الحولي راه ماشي هو التليفون باش نكونوا واضحين. هذا واحد الكساب قال لي، اسمح لي الهوته نقاطعك، واحد الكساب دوا مع هذاك النار قال لي واه غالي حوالي بمليون، قال لي ولد شري شري تليفون بمليون. جاوب لي هذا الكساب الهوشة. الكساب هذا غنقول له واحد جوج كلمات، ما خصوش يدخل في خصوصيات ديال 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 ديال, 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 ديال الزبون ديالو. الزبون جا عندك سولك على اضحيه العيد، خليك مع اضحيه العيد، ما تدخلش ليه انت التليفون حوايجه ودارو مسير. انا راه وليتي انت كتقيس ليه في حوايج اخرى اللي هما كيخصوه، وتقدر تولي معاه في شنآن هنا وفي الضرب والجرح وفي تبادل الضرب والجرح، تولي معاه في مشكل كبير. اللهم سولك على الاضحيه، قول ليه الثمن عجبو الحال ما عجبوش الحال، الله يعاون. هادشي اللي كنعرفو من زمان اللي كنعرفو، ولكن المساله اللي مهمه بغيت تشير لها الزبان، الناس اللي المغاربه داخل الوطن وخارج الوطن، راه لا يكلف الله نفسا الا وسعها. شريتي الحولي باي ثمن، راه هذه الله سبحانه وتعالى ماشي لك انت، هذاك اضحيه الله سبحانه وتعالى، وهذيك الاضحيه دارها الله سبحانه وتعالى ليه هو، الدماء ديالها واللحم ديالها والمساء ديالها الله سبحانه وتعالى، ماشي لك نتايا ولا الاسره ديالك. على ذكر على ذكر يعني هذيك الذبح كذبح الله الهوى سبحانه وتعالى. كنشوفوا بعض لبعض الناس كيعلقوا كيقول لك نقاطعوا العيد هذا العام، قاطعوا هو ما يعممش، بغيتي تقاطع قاطعوا انت. ماشي واحد قاطع السنه ديال الله عز وجل، هذاك الشيء غيتحمل مسؤوليته هو، اي واحد تيقول لك نقاطع العيد غيقاطعوا هو ويتحمل المسؤوليه ديالو هو، لا يتحمل مسؤوليته اخر. بمعنى الا شي حاجه بغيتي تكتبها ولا قلتيها راه كتقولها على راسك وكتبدل بها راسك، حيت كاينين الناس اللي كيضحيو وكيعيدوا، وراه كاينين الناس الاخ كريم راه كيجيو من اوروبا، راه كاين اللي ضرب 30000 40000 50000 كيلومتر باش يدخل الوطن ديالنا الحبيب ويعيد مع العائله ديالو ويشوف الطقوس والاجواء ويعيش ديك الاجواء. ما نبقاوش نخربقو نقولو لهم لا قاطعوا العيد، وانت لا عندك شي مشكل في حياتك مع دارك ولا مع مرتك ولا مع شي واحد، بغيتي تعمم داك المشكل، لا عندك شي حاجه تقول مع راسك، بغيتي تقاطع قاطع مع راسك، ما تحاولش تشوش على الناس في العيد ديالهم، هذا عيد ديال المسلمين. بزاف ديال الناس تيقولوا الله سبحانه وتعالى حلال وطيبه، قال لك بمعنى هذا العيد هذا كيكون فيه التآزر والتراحم، كاين شي واحد اللي ما غتشوفهمش 40 50 عام 30 20 عام، نهار العيد غتشوفهم، إلا قاطعتي داك العيد فين غتشوفهم؟ ما غتشوفهمش، غتدخل تسد عليك في دارك. ولهذا اخي الكريم نحاولوا، حاول الله يرضي عليك ترجع ترجع لعقلك، وربي بهاد الهضره اللي قلتي راه ما خداماش، باش ما عيدتي راه ربي مسامح لك وراه دايز لك العيد. بزاف ديال الناس تيقول لك العيد ما عيدتيش راه الاضحيه الثانيه صحابي كتقول شي عزاء وشي سلوك حولي. شوف 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 ناكل عندنا كل بوسطاء ديالنا نشريو المغرب كامل، علاش لا؟ ولكن لا وش معروف العين البصيره، لا وش معروف منين؟ حنا والله ما كرهنا بالله قسما بالله، ولكن الله يجيب لنا وليكم المشاهدين الكرام والمغاربه داخل الوطن وخارج الوطن. بزاف ديال الناس لا وش اسمح لي المشوشين على العيد الاضحى، حيت هادو ولاو بزاف تيخرجوا في السوشيال ميديا وكيهضروا على الوطن، على الوطن والكراغله، وشي واحد اللي باغيين يعرفوا عندنا شي حوايج اللي حنا ما فيناش، وتيقولوا فينا شي حوايج اللي هما اعداء الوطن، شي حوايج اللي حنا ما فيناش يقولوها فينا. حنا راه غادي نعيدوا والمغاربه كلهم غيعيدوا، والحولي راه موجود بكثره وبوفره وغيكون داخل بثمن جد مناسب، والدوله راه قايمه بالواجب ديالها، والناس المسؤولين الكبار في هذه البلاد هذا عارفين اش كيديروا، والقانون غيسري على اي مخالف بالنسبه للحولي اللي دار شي حاجه ماشي هي هذيك، او دار شي ابتزاز ولا دار شي حاجه اللي ما خداماش للمواطن، راه كاين القانون. والله يرضي عليكم المغاربه،
حاولوا اي حاجه غتشوش على العيد الاضحى وهذه تسيني عليه، وراه كاين المشوشين اللي كيشوشوا على العيد ديالنا، والعيد راه حنا كاملين غنعيدوا ان شاء الله الرحمن الرحيم. بزاف ديال الناس عاوتاني كيتسالوا شي يقول لك واخويا عاوتاني ترى ما بقاش الاجواء ديال العيد. باقا علاش ما باقاش؟ الحمد لله باقا الاجواء وباقا الطقوس وباقي المتشبتين في الدين ديالنا وفي العادات ديالنا وفي التوابيت ديالنا اللي هما الله الوطن الملك، ما دومنا متشبتين في هذه المسائل كلها اللي قلت لكم ذكرت لكم اعزائي الكرام. راه حنا العيد باقي عندنا العيد كما هو، الا تبدلت شي حاجه غتكون تبدلت عندك انت او انت في الحياه ديالك. انسان يحاول يراجع نفسه ويرجع للدين ديالو ويرجع للصلاه ديالو ويتقرب من الله سبحانه وتعالى، وراه غيشوف الامور كما هي كما كانت قبل، كما كانت قرن هادي ولا جوج قرون. اما داكشي بعيد على الله، راه الامور كلها غتبدل عندك اخي الكريم. ورضات الوالدين انت ولا ما كنتيش كتشوف والديك، راه الامور كلها غتبدل عندك اخي الكريم. ولا ما كانوش عندك التوابيت ديال الله الوطن الملك، عرف راسك غيتبدل عندك كلشي، حتى حاجه ما غتبقى عندك حلوه. لاوشا بزاف ديال الناس كنشوفوهم كيخليو والديهم وكيمشيو يعيدوا مع عيالاتهم. هاد الناس اش بغيت نقول لهم؟ لاوشا هذا موضوع كبير الا جينا نهضروا عليه. والدين عاوتاني الوالدين، قال لك شوف، قال لك للضرورة احكام، ولكن حنا ما غاديش ندخلوا وسط العائلات وغادي نحكموا عليهم في منبر اعلامي ديال شوف تيفي مع كامل احتراماتي للمغاربه كاملين. راه كل واحد العان به الله سبحانه وتعالى، كل واحد عارف شنو دارو وكل واحد عارف شنو خاصو. حنا اللي علينا هو الدعاء لاخواننا المسلمين سواء داخل الوطن وخارج الوطن، الله يدير لينا وليكم شي تاويت الخير، والله يخليكم حدا وليداتكم ووالديكم وعيالاتكم، والله يجمع الشمل. رسالتك الشناقه عاوتاني تقول لهم؟ الرساله ديالي الشناقه راه رساله واضحه وصارمه، راه اي واحد غيكون مخالف للقانون في البيع والشراء ديال اضحيه العيد وغادي ينوض شي مشكل مع شي زبون عنده، يكون على يقين راه وصل عند الناس اللي هو مسؤولين على الشأن ديال الأضحية، راه غادي يوقع في واحد المشكل اللي هو خطير. لا وش هذوك الناس اللي كيشريو الحوالي ب 40 ويبيعوا لك ب 80 اش تقول لهم؟ لا لا لا, لا, لا شوف 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 باش تكون واضح، راه الرباح راه الله سبحانه وتعالى راه حدد لنا الأرباح في التجارة. ما طلبش أنت تشري حوالي ب 1000 درهم تبيعه بمليون مثلا، راعي لخوك المسلم، هذاك اللي غيجي عندك راه خوك في الإسلام، واخا ما يكونش خوك في الرضاعة ولكن راه خوك في الإسلام. ولا بغيتي تبحث عليه كاع لا بحثتي عليه تقدر تلقاه من لا فامي ديالك، نسيبك ولا ولد خالتك ولا الله أعلم. ولهذا خاصك شوف دير ثمن زوين وربح شوية باش ربي يجيبك البركة والتيسير. كما كتشوفوا معنا مشاهدينا الكرام مباشرة من مدينة المحمدية، ديديكاس هذا واحد ديديكاس لخويا المعلم السي المعلم اللي في الولفة اللي كيبيع أحسن طابيسي في الدار البيضاء، السي المعلم خويا نعمان، تحياتي بهذا المنبر ديال شوف تيفي. وخويا نعمان احسن طابيسي بالنسبه للدراري اللي كيديروا الطابيسي في الولفه، السي المعلم تبارك الله حاج فاتح الله يحفظك. كما كتشوفوا معنا مباشره من مدينه المحمديه مع الاخ الهاوت الغني على التعريف. الى هنا مشاهدي قناه الشعب، قناه شوف تيفي، نكشف هذا القدر على امل ان نلقاكم باتم بشر اخر، وكنتمنى انكم تخلوا في التعليق وتبان لكم اش بان لكم في الواقعه اللي وقعت الهاوته، واش نتوما مع الهاوته ولا مع الكساب. شكرا والى اللقاء.